معكم زين محمد رئيس الاتحاد العام للتجار المهنيين المغرب. كنشكروا المنبر الاعلامي صافي جود اللي دائما متابع معنا لحظه بلحظه النشاط هذا الترفيهي والتربوي اللي درناه هنا في غابه سيدي مساهل، واللي كان يعني من تاطير يعني الاتحاد العام للتجار المهنيين المغرب الفرع المحلي لمدينه اسافي. كما شفتوا معنا الصباح كانوا الورشات وكانوا بعض الاعمال اللي قمناهم الاطفال الصغار بعد ما خذوا يعني فتره ديال الاستراحه ديال وجبه الغداء. الان يعني هنبداو في المرحله الثانيه، وهي المرحله اللي كنعتبروها مرحله يعني الكبرى، واللي هنخلدوا فيها الذكرى لميلاد صاحبه السمو الملكي الاميره الجليله لاله خديجه، الذكرى 14 لميلادها. وان شاء الله هيكونوا جوائز قيمه للاطفال بهذه المناسبه، وهتكون يعني واحد الكاطو اللي هو كبير اللي يتوزع على الاطفال، وتكون في يعني الصوره ديال الاميره الجليله، ونحتفلوا معها بهذا العيد الميلاد اللي كما قالوا لي قبيله الاطفال. وكنت كنسول لهم قالوا حنا كنحماقوا على الاميره ديالنا وكنحماقوا على جلاله الملك. كما عرفتي في ظل جائحه كورونا كالاتحاد العام للتجار المهنيين المغرب دائما السباق، لا على مستوى التحسيس ولا التوعيه ولا توزيع الكمامات ولا توزيع القفاف ولا يعني اي عمل كان في خدمه لهذا الوطن، كان دائما الاتحاد العام للتجار المهنيين المغرب دائما في الرياضه وفي القمه. اسم طاهر حمال، كاتب محلي لفرع اسفي. درنا هذه المناسبه ديال الصبيحيه الاطفال باش نخرجوهم من الروتين اللي كيعيشوه يوميا في ظل جائحه كورونا، باش يفرحوا مع بعضياتهم ويتعارفوا على الاصدقاء ديالهم. وبهذه المناسبة كنشكروا الرئيس الزيان محمد رئيس الاتحاد العام للتجار والمهنيين، وفي هذه المناسبة راه دايرين التعقيم، دايرين التباعد، دايرين واحد الجوائز عديدة للوليدات المنخرطين ديال الاتحاد العام للتجار والمهنيين. وبهذه المناسبة كنخلدوا الذكرى ديال الأميرة لالة خديجة بمناسبة عيد العرش، عيد ميلاد ديالها في هذا اليوم. وكنشكروا جميع الاخوان الاعضاء ديال المكتب المحلي والمكتب الوطني اللي مساندينا وازرونا ومدعمينا في هذه المناسبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.